بسم الله الرحمن الرحيم. ربط العظام بالطبقات وربط العظام بنقاط محددة. عرفنا في درس سابق، عرفنا ان العظم له هالة محيطة به، وهي عبارة عن قوة تأثير اللي بتأثر في حركة النقاط لأي شكل. هنتعلم في الدرس ده ازاي نخلي العظام تحرك طبقات محددة او تحرك نقاط معينة. بنرسم شجرة، رسمنا أولا جزء الشجرة في طبقة، نعمل طبقة تانية ونرسم فيها ورق الشجر بحجم كبير، وبعدين ننشط الشكل ونغير اللون بتاعه. وبأداة تغيير حدة الزوايا بخلي الزوايا مرنة، برضو بظبط الزوايا الحادة والمرنة في جذع الشجرة، بنسخ ورق الشجر الكبير والصقه في طبقة تالتة، بحيث يبقى الشجرة عندنا كده فيها تلات طبقات. ورق الشجر بصغره وأعيد وأجري عليه بعض التعديلات باستخدام الأدوات المختلفة في برنامج أنيم ستوديو. وبحطها في المكان المناسب. هعمل عملية تبديل بين الطبقات بحيث أخلي ورق الشجر الصغير هو اللي يكون في الخلف. بعد كده بعمل الفينيش الأخير للشجرة أو أي تعديل أحب أعمله، وأظبط الصورة على الكادر بتاع الكاميرا، وهبدأ أنشئ طبقة عظام، وهضمن الطبقة دي كافة الطبقات المتجهة الثلاثة الخاصين بالشكل. نبدأ ننشئ العظام. ننشئ العظمة الرئيسية، نخرج منها عظمة فرعية. أنشط مرة تانية العظمة الرئيسية عشان أخرج من خلالها عظمة فرعية خارجة منها. نفس الكلام، ونستكمل بقية العظام ونحطها في الأماكن حسب الحركة اللي أنا عاوز أجريها على الشجرة. هظلل كل العظام وهعدل في قوة تأثير العظام الهالة المحيطة بها، أو أغير كل عظمة على حدة حسب الرغبة. نبدأ نربط طبقة بعظمة. هناخد الطبقة بتاعة الورق الصغيرة ونقف عليها وننقر على أداة بيند لاير، ونلاحظ إن العظمة بتحرك الطبقة كاملة. عاوزين نربط عظم بنقاط محددة، بنشط العظمة، بقف على الطبقة ونشط العظمة، وبقف على أداة بيند بوينتس وبحدد النقاط وأقول له بيند بوينتس، وأصبحت العظمة بتحرك نقاط محددة. نعمل تجربة على عظمة تانية، نشيل الهالة التأثير بتاعها ونلاحظ ان العظمة كده ملهاش اي تأثير. نقف على الطبقة بتاعتها ونقول له بيند بوينتس، ونحدد نقاط معينة محتاج ان العظمة هي اللي تحركها، واضغط على زر بيند بوينتس ونجرب. هنلاقي ان العظمة بتحرك المنطقة دي فقط. نرجع مرة تانية للطبقة بتاعتنا ونشيل الهالة المحيطة حوالين العظم، ونلاحظ ان الطبقة بتتحرك بدون ما يأثر على اي نقاط اخرى.